إيه بلاد في أوروبا تكون أسهل من ألمانيا في إجراءات الحصول على عقد عمل والانتقال من مصر للبلد؟ يعني أسهل. بص، الفكرة كلها في يعني عدد الشركات أو عدد الفرص. بالنسبة لألمانيا هي أكبر دولة وأكبر اقتصاد، فعشان كده الفرص كتير أو المرتبات كويسة. تمام. هولندا فرنسا لا، انا لو جاني عقد مليار دولار في فرنسا مش رايح. فرنسا بلد يعني بين 60 في 90، مش وقتها يعني، مش مالناش دعوه. تمام. انت عندك هولندا، وعندك يعتبر دي اقرب دوله يعني، سويسرا ما يعني صعبه قوي. عندك بقى دول البلطيق كلها، ليتوانيا واستونيا ولاتفيا. تمام. دول يعني الناس ما تفكرش فيهم كتير بس شغلهم كتير. يعني مثلا استونيا يعتبر اكتر دوله ديجيتال على مستوى العالم، فيها فرص كتير قوي للناس، الاي تي. بس هم كلهم على بعض كام مليون او 2 مليون بني ادم. يعني لو انت خدت شعر الهرم من غدر اخره بميكروباص هتعدي على 2 مليون. تمام. ففرصهم قليله. دوله على دوله بمزاج كده وهاديه ومش عارف ايه، لكن فرصهم قليله. ف ال بتاع دوت النسبه هتبقى اعلى بكتير قوي. تمام. لكن كدول زي ما قلت لك، دول البلطيق، هولندا، ايه تاني؟ سويسرا ما لناش دعوه يعني، سويسرا صعبه جدا تلاقي فيها شغل. دول تقريبا اللي انا اعرفهم يعني، واللي انا شفتهم في الدايره دي. لندن بس دي خارج الاتحاد يعني، بس برضو شغلها كتير، وبالانجليزي اكيد.